نتكلم الحين عن الماكسيمم باور، ايضا تعلمنا عليها بالفيرت. الماكسيمم باور موجود بشابتر 10، نهايه شابتر 10، بس المفروض يكون مع شابتر 9 لان طريقه حله بالضبط نفس شابتر 9. فمن كذي انا راح اشرحها ببدايه شابتر 10، بس بالكتاب وبالنوت موجود بنهايه شابتر 10، لكن عشان الافكار تكون مترتبه. طريقة الحل نفس طريقة شابتر 9، من كذي ما أحب أخرها ورا شابتر 10. شابتر 10 كله يتكلم عن الباور، يعني شيء حيل مختلف. خلنا نتكلم الحين بالتفصيل عن الماكسيمم باور. الماكسيمم باور هي عبارة عن قانون، هي كانت عبارة عندنا الحين حاليا قانونين للبي ماكسيمم، إما بي تفنن سكوير على 4RL أو بي تفنن سكوير على 8RL. متى استخدم 4RL، متى استخدم 8RL؟ والله إذا قيمي RMS، إذا معطيني فولتج بالRMS، كارنت بالRMS، استخدم هذا القانون. لكن إذا معطيني الكارنت والفولتج كقيم ماكسيمم، استخدم هذا القانون. إنزين، شنو RL هذه الموجودة بالقانون؟ RL هي real part من ZL. إحنا قلنا إن قبل أي complex number، أي complex number يتكون من A plus BJ. هذا الـ A بدون الـ J نسميه real part، وهذا اللي مع الـ J نسميه الـ imaginary part. طبعا أدري إن هذا فيها بدلية طوفوا، هذا الـ imaginary part وهذا الـ real part. إنزين، الـ RL هي real part من الـ ZL. شنو الـ ZL أصلا؟ الـ ZL هي نفسها الـ Z-Thevenin، يعني هي نفسها الـ Z-Equivalent. الـ Z-Thevenin اللي كنت أجيبها أما بالـ Source Scaling أو بالـ Test Source أو بالـ Test Source أو بالآي شورت سيركت ميثود، هي نفسها، ولكن الكونجيجيت المرافق. تذكرون قبل بالبولر شلون كنا نجيب الكونجيجيت نغير إشارة الزاوية؟ تذكرون بالريكتانجولر شلون كنت أجيب الكونجيجيت؟ كنت أغير إشارة الشيء اللي مع الجي، الرقم اللي مع الجي. إنزين، ففي هذه الحالة يقول لي زد ال، إحنا نحتاج نحسبها عشان أطلع منها آر ال. الزد ال هي نفسها الزد ثفنن ولكن كونجيجيت. اذا كانت هذه الزد ثفنن شلون نطلع الكونجيجيت؟ نغير اشاره اللي مع الجي. زين، هذه الزد ثفنن كونجيجيت، يلا هذا هي. وين الريل بارت؟ الرقم اللي بروحه، المكان الاي. تمام، ببساطه هذا الماكسيمم باور. خلينا ناخذ مثال على هالموضوع. كل مسائلي طبعا من هالنوت، انا ما اجيب اي مساله برا النوت. قال لي فايند بي ماكسيمم ترانسفير تو زد ال. ملاحظة هنا إضافية، مكان الحساب دائما لما يقول لي maximum power transfer، مكان الحساب هو ZL. دائما الترمينالز ملاتي هو ZL. ZL هو مكان الحساب، يعني terminals A and B. تمام، خلنا ناخذ المسألة هذه. هذه أيضا عندنا شنو؟ برج. قلنا بالبرج أول شيء أسويه أحسب الآي اللي هني والآي اللي هني بالكرنت ديفايدر. تمام، أطالع المسألة كل شيء محول خالص. أوكي، بسهولة أروح أحسب آي 1 بالديفايدر كرنت ديفايدر والآي 2 بالكرنت ديفايدر. حسبت الآي اللي هني والآي اللي هني، حلو. الآي اللي هني لحد هني طبعا، ما تنزل تحت، تحت راح تتفرع بعد، لأن هذا ريل إليمنت. anyway نحسب الاي 1 اللي هني والاي 2. انزين، احنا عشان نحسب البي ماكسيمم من القانون اي واحد راح نختار اللي فيه 4L ولا 8RL. 8RL ليش؟ لان كل قيمه ماكسيمم، شوفوا معطينا امبير، مو معطيني امبير ار ام اس، لا. انزين، فاول شيء انا احتاجه اخترت القانون مالي، هذا البي ماكسيمم هو بي ثفنن 8RL، فانا محتاجه البي ثفنن ومحتاجه ار ال. انزين، اول شيء اجيب شنو؟ الفي ثفنن. تمام، بروح اجيب الفي ثفنن. الفي ثفنن هي نفسها البي اوبن سيركت. انزين، البي اوبن سيركت وين مكان الحساب مالي؟ وين تيرمينالز اي اند بي؟ مو معطيني، قلنا هو نفس الزد ال كفرط اوبن سيركت. يلا الحين شنو اروح احسب؟ بالكي في ال احسب البي اوبن سيركت. لقيت ان انا احتاج الفي اللي هني والفي اللي هني، صح؟ لكن انا اوريدي اعرف اطلعها. ليش اوريدي اعرف اطلعها؟ لان الفي اللي هني تساوي الاي بالزد اللي هني، والفي اللي هني الاي بالزد اللي هني. شنو الاي هني وشنو الاي هني؟ طلعناهم قبل شوي بالكرنت ديفايدر. اوكي، هذا كل شيء انا كاتبه لكم اياه هني. ماينس في اوبن سيركت راح يكون عندي ماينس الزد بالاي. ليش ماينس الزد بالاي؟ لان انا قاعد امشي بالكي في ال والتيار عكسي، فماينس الزد بالاي. بعدين انا قاعد امشي والاي معاي، فاحسب الاي 1 والاي 2 شلون؟ بالكرنت ديفايدر. اوكي، الاي 1 اللي هي وينها؟ هذه الاي 1 وهذه الاي 2. الاي 1 شلون كنت اجيب الكرنت مالها بالكرنت ديفايدر؟ كنت اقول مقاومه البعيده على البعيده زائد القريبه مضروبه بالبيك كرنت.
المقاومة البعيدة على المقاومة البعيدة زائد القريبة اللي هي I1. أروح حق I2 اللي هو هني المقاومة البعيدة هذه اللي هي 30 بلس 20 جي على المقاومة البعيدة زائد القريبة اللي هم جمعهم اثنينهم حطيتهم تحت. هذا ناتج الـ I1 وهذا ناتج الـ I2. أروح أعوض فيهم هني وطلعت منه V open circuit اللي هو نفسه الـ V Thevenin. تمام، أطالع قانوني وهو ما يبي V Thevenin كذي بالصورة هذه الريكتانجلر أو ما شو اسمها الريكتانجلر، إيه يبيها ماغنيتيوت. شنو الشكل أو شنو الصورة مالت الكومبلكس نمبر اللي تعطيني الماغنيتيوت مال الـ V؟ تذكرون هذا ال V زايتي هذا شو اسمه، هذا بولر. فمن كذي أنا لازم أحول الصورة هذه إلى بولر عشان أخذ المقدار بسهولة وأحطه بالقانون. إنزين أروح أحسب شنو الحين، خلص من ال V تفنن، الحين بحسب ال R L. ال R L هي real part of Z L. Z L هي نفسها Z تفنن conjugate. فأنا أول شيء لازم أحسب شنو Z تفنن، أحسب شنو Z تفنن. تمام، Z تفنن بما أنا عندي كل independent sources راح أستخدم source killing. current source شلون اسوي لك كلينج؟ احط بدال اوبن سيركت. فصارت هذه الشكل النهائي. انزين هني انا عندي زد اولى هذه زائد هذه، وهي عندي زد ثانيه هذه، واضح انها بارلل مع هذه. تمام، هذه بارلل مع هذه، فرح طلعت حاصل الضرب على حاصل الجمع. طب راح تقولون شنو هذه؟ هني في ناس ما تميز ان هذه عباره عن زد 30 بلس ماينس 10 جي، هذولي ان سيريس مع بعض زد كامله، هذه زد 1 وهذول مع بعض ان سيريس يعني زد كامله. تمام، الحين اللي فوق مع اللي تحت ايش فيهم؟ بارلل. فطلعت حاصل الضرب على حاصل الجمع، طلع لي ناتج 20. هذا زد ثفرن، هل انا ابي زد ثفرن؟ لا، انا ابي زد ال، هي زد ثفرن كونجيجيت. تمام، هذه زد ال زد ثفرن كونجيجيت، اغير اشاره الزاويه، في زاويه ما في زاويه، فظلت نفس ما هي 20 اوم. يلا الحين شنو الريل بارت من الزد ثفرن من هني من الزد ثفنن كونجيجيت؟ شنو الريل بارت من الزد ال؟ ماكو الا الريل بارت اصلا اللي هو 20. اروح اعوض بالقانون البي ثفنن انا طلعتها، اربعها 8 ار ال. ار الريل شنو ار ال؟ هو الريل بارت من الزد ال، هذه الزد ال شنو الريل بارت فيها اللي هي 20، ف8 ب20 طلع لي الناتج النهائي بالواط. انتبهوا للتربيع، وايد طلبه يغلطون وين؟ بالتربيع، اغلاطهم كلها هني. هذا كل شيء يخص البي ماكسيمو، في مثالين بالنوت انا شرحت واحد والثاني عليكم.